حبه للموسيقى دفعه ليتقرب من الموسيقى الهندية وقرر يتعمق أكثر فيها. من سنة 2000 لسنة 2006 كثف سفراته للهند، وهنيك تعلم الدق على آلة الطبل الهندية بالإضافة إلى درس غناء بأهم المدارس بدلي. بال 2009 توجه لمراكش، بال 2012 لغينيا، بال 2013 لأتلانتا لمتابعة الدروس الموسيقية مع أهم الأساتذة العالميين. أسس الوكباوت درام سيركل، وهي منظمة لتعليم ونشر موسيقى جنوب آسيا وأفريقيا. مع فرقته الموسيقية نستقبله سوا جاد بلابين. كل الفرقة برافو. نايس ثانك يو. تفضل جاد. الفرقة الكاملة. تفضل تفضل جاد، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني من كازينو لبنان لجبال بيقولوا كلهم انبسطوا بالشو، اسم الله عليك من الصوت يعني. All right. فظيع جاد. ثانك يو. تفضل جاد، أهلا وسهلا فيك. بونسوار.
جد بلبين قد ايه بتصرف انرجي وقت تعمل وقت تدق وتعزف هيك بتشبه الرياضه لموسيقتنا شوي وقد ايه وقت فيكم ضلكم تعزفوا اجمالا موسيقتنا بلا ما تنضرب الطبله اجمالا لا ما بدنا نضرب حدا اجمالا موسيقتنا موسيقى رقص وهيصة الجمهور مرات بيطلب منا اكثر واكثر بس فيها كثير من البيت يعني فيها كثير اتس اونلي بيت فيها كثير من كل شيء عجبتك عجبتني كثير ذاتس جريت ناطرينك تيجي تاخذ صفوف معنا وين بالسنتر تبعنا وين سنتر بعين سعاده اوكي مش بجوا يعني ما تشد ايدك لا تعالوا الموسيقى الافريقيه فوالا نحن تركيزنا على الموسيقى الافريقيه نعم. لانه موسيقى انسمبل يعني بنعزف كلنا سوا جروب ويلي بفتكر اللي اكثر شيء بنحبه هو القوه اللي بتطلع من هاي الموسيقى بس كمان الفرح يعني لما نبلش نعزف دغري بيطلع بلا ما تعرف بتصير تقوم وترقص ويعني ايوه بترقص الموسيقى فعلا يعني نعم. بتطهر كل التعب نعم. وبتخليك دائما مبسوط فرحان جد سافرت كثير برمت كثير رحت كثير على الهند رحت كثير على بلاد اسيويه ورجعت نعم قبلوا موسيقتك اليوم بالشرق الاوسط هون بلبنان بينسالني كثير انه ليه الموسيقى الافريقيه وبصراحه ما بعرف كثير كيف جاوب يعني لما تنغرم بشيء او تنغرم بحدا او تنغرم باي شيء من حياتك كثير اتس هابي ميوزك يعني انا كنت عايش بنيجيريا ووين ما تروح على الطرقات بتشوف عالم حاطين ميوزك وعم يرقصوا هابي بيبل اذا بدك الموسيقى هي الموسيقى هي الفرح يلي اللي ما عنده شيء اللي ما عنده تلفزيون ما عنده بس هي لا ولا له اوكي جات فيها كانه يعني خاصه بس تبلش تحكي مع الـ مع الـ مع البيت أيوة. فيها مع البركاشن اكزاكتلي فيها نغم مثل كانه ريتشوال مثل كانه ديني مثل كانه عرفت كيف اوكي مش عم بقدر اعبر كيف بس مثل انواع الدين القديمين يعني اذا بدك الترايبس كانوا يدقوا هيدا الشيء بالزمان هيدي موسيقى القريه ما فيها شيء ديني وما فيها شيء ثانك يو يسلموا يعطيكم العافيه ما فيها شيء مقدس غير انه نحن كيف نتعاطى مع حالنا وكيف نتعاطى مع الاله وكيف نتعاطى مع التمارين تبعنا ولما نلتقى في نوع من احترام لحالنا وللآلة ولأساتذتنا كمان لأنه من دون أساتذتنا نحن ماشي فأنا بحب أشكر الليلة أساتذتي يلي بالهند يلي بمغرب يلي بجينة ويلي بأتلانتا كمان هاي إهداء إن شاء الله يكون عم يحضرونا إن شاء الله ننبسط نحن كمان نكون عم نقدر نوصل للهند لجينيا نحن بنوصل بس يكون عندنا كمان أشخاص من هونيك هنود ومن جينيا عم يتابعونا راشد بحصل إيه؟ الهند لأفريقيا سواهيلي بتغني بسواهيلي بس الموسيقى الهندية نغم وفي ستار وفي كومبليتلي ديفرنت نطيت لشيء وفي حزن شوي كمان حتى بالموسيقى الهندية 100% فجأة نطيت للموسيقى على فكرة بتشبهها كثير أنطوان بلبان أنت إيه بقربوا هو ابنه لا بقربوا إيه للكبير أنطوان بلبان سلام للبابا والماما أوكي بابا أوكي ماما لجاوبك أنا تقريبا لما عزت أدرس موسيقى وأسس حالي كان كتير موسيقى الهندية قريبة على قلبي أنا بحس حالي شرقي أكتر من غير شيء نحن على زيت الأرض بين هون وبين هون الهند كتير قريبة كان كتير طبيعي علي روح سافر هونيك تعلمت أكتر من بس موسيقى بعدين من بعد الهند عزت موسيقى أكتر عائلية نعم يعني يكون مع أصحابي وإخواتي وأهلي أنطوان بلبين بيعزف كمان والفضل لإله أنه أنا صرت موسيقى بدأ جيتار بعرف بدأ جيتار وبيغني الوالد وهو اللي حمسنا لإلي ولخي نتعلم ولما أنا رحت على الهند ورجعت اشتقت للي كنا نعمله بالبيت يعني نعزف مع الوالد ومع خي دانيال ومع كل الرفقة كنا نلتقى بالبيت ونعزف كان هذا الشيء نوع من دواء لنا اذا بدك بالاحوال الصعبه هي ثيرابي بيقولوا الموسيقى ثيرابي 100% انت بتستعملها كمان كثيرابي حتى تعي في ناس يعني بيعالجون هالموسيقى بتعالجون الموسيقى انت هيك بتداوي حالك هلا الموسيقى هي علاج منها لوحدها انا ما ضروري اعمل شيء يعني لما نعزف لكم موسيقى او لما انتم بالبيت بتحطوا موسيقى لتروقوا راسكم او تقدروا تشتغلوا
هي عندها هيدا المفعول منها لوحدها. بس نحن هاي ما حتزبط، بس انه ايه، بس انه الموسيقى حلوه كثير، بس مش لتروق راسك. فيها مديتيشن كثير، بلا اذا بتروح فيها ترانس خلص، ترانس اذا لحقت وركزت. من الاخر ليس رامي، كيف لقيت هالنوع من الموسيقى؟ كثير كثير تريبي وموري باياسا، شو بدي اقول لك؟ نادا كوسا من الاخر. انا لقيته كثير حلو، وحبيت اللوك اللي انت مخترعه. ثانك يو. بنطلون وقميص واشارب وشابو. جود لك. ثانك يو. ذوقك الحلو راشد بحصله من الي، فيها اثنين نوت دوم والتك، قدرت عملت لحن كامل 100%. زينه من الاخر، كل شيء برقص، كل شيء بفوت فرح، انا بحبه كثير حلو. ميرسي على ايامك حرب. كل شيء بخلي كلتشر يبقوا ويستمروا وينخلطوا مع غير كلتشر، اكيد انا مع الاداء. يمكن عدد البركشن على الاسترومادو بركشن سوا كثير حلو، واكيد جود لك لكم وللجروب. وكعده ليك، هلا انا في اقول لك شغله، بدي اتمنى كم امنيه حتى بعدين اقول موري باياسا وتمشوا وراي. بكترقصي كمان؟ ايه بنرقص. شغله ثانيه، انا بحب انه اكيد يعني سينوفو بالنسبه لنا. أيوة. هلا حبيت ما حبيت، بعدني ماني كثير معوده على هيدا النوع من الموسيقى. نلتقى ونحكي بالموضوع اكزاكتلي، انه بركي فينا نقعد بعدين وتعمل لي برين ووش وهيك. ايدي ماي جاد، انا بدي اشكرك كثير لك ولكل الفرقه. رح نرجع نسمعكم بعد 100%. معزوفتين ان شاء الله تقدر تغير لك كمان رايها. لارولا بدنا نعزمكم كلكم والجمهور. نحن كلنا تلاميذ، هذا اللي عم نعمله كثير سهل. كلنا تلاميذ هون، انا تلميذ وكل اصحابي تلاميذ هون. بدي اعزمكم اذا حبيتوا تجوا تعملوا لنا زياره ونعزف سوا. كثير هين هيدا الشيء، ببين شوي من برا مخيف بس كثير هين. مزبوط يا مدام. اوكي فيري نايس. فاز عندنا اغنيه بعد. رح نختم باخر اغنيه، بس قبل ما نختم بدي اودع المشاهدين والتلاميذ اللي عم يحضرونا كمان، لانه وصلت حلقتنا لنهايتها. شكرا كثير لكل المشاهدين اللي تابعونا بهيدي الحلقه، شكرا كثير لكل فريق العمل وطاقم عمل اللي عم بيشتغل على البرنامج، رمزي نصر والمخرج كاميل طانيوس. بنرجع بنلاقيكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من الاخر. خليكم عم تتواصلوا معنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. انا برجع بشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي مع فريق جديد من الاخر. تصبحوا على خير. اغنيتنا المقبله سيكو لايكو اسمها جولي. اغنيتنا ايوه بدنا نسمع كل الجمهور. هيدي الاغنيه عم بتقول وصلوا العزيفه، بدنا نبدا السهره، بدنا نبدا كرع الطبول. واوانكو سيكو لايكو Elai go korobe, 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 mami wa tole, aya, siko leleko, aya, siko laiko na, siko laiko, wa wa go.